السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نحن في خير وبركة وزيادة من الأجر وسلامة من الفتن ما دمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه مبارك، فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فكتاب الله مبارك، ومن معاني البركة النمو والازدياد، فكلما اقتربت من كتاب الله توالت عليك الأجور ونمت وازدادت، وكلما تتم عليك حفظ الله سبحانه وتعالى لك، ونعمة من الله عليك أن يعلمك الكتاب العزيز وأن يعلمك سنة النبي الأمين. إن الله قال في كتابه الكريم في شأن موسى عليه السلام أما من عليه به من التوراة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي إتماما لنعمتنا على الذي أحسن وهو موسى عليه السلام. فلما أحسن أتممنا عليه النعمة بالكتاب الذي أنزل عليه هو التوراة. فدائما نحن في خير وبركة ونعم من الله ما دمنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله للنبي: فقل ربي زدني علما. أيها الإخوة، مع آيات من كتاب الله نتدبرها، إذ الله أمر بتدبر كتابه فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، مع بعض الآيات التي تلاها علينا أحد الأبناء أبناء إخواننا، وهي آيات من سورة الرعد مطلعها: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي أبدا العالم الموقن مع الجاهل المكذب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أعمى عن ماذا؟ أعمى عن الكتاب العزيز وأعمى عن السنة المباركة. لا يستوي أبدا المستبصر مع الأعمى. وفي الآية الأخرى من سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فلا يستوي أبدا العالم مع الجاهل، ولا الموقن المؤمن مع المكذب. لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. قد يتسرب إلينا أو إلى بعض إخواننا شكوك ويقول: هيا الأمور مستوية، المعرض عن كتاب الله يرزق ويوسع عليه، والمقبل على كتاب الله قد يبتلى ويطارد. فيذكرنا الله سبحانه وتعالى بأن هذا لا يستوي مع هذا أبدا. في عدة آيات من كتابه الكريم قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما الخلل الذي أصاب عقولكم حتى تقولوا بأن المسلم يستوي مع المجرم، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فأولئك لا يستوون أبدا مع الذين يضيعون ليلهم ونهارهم في ما لا فائدة فيه. أيها الإخوة، لا يستوي أبدا الصالح مع الطالح، ولا العالم مع الجاهل، ولا الكافر مع المسلم. لا يستوي من يدعو إلى دار السلام مع الدعاة إلى أبواب جهنم. لا يستوي أبدا من يسعى لنشر دينه ولنصرة دينه مع الذي يحارب هذا الدين القيم ويريد أن يطفئ نور الله. لا يستوي هذا أبدا. إن من الظن السيء بالله أن تظن أنه يسوي بين هذا وذاك. لا والله أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالذي يسعى لنصرة هذا الدين القيم جعلنا الله وإياكم منهم ليس كمن يحارب هذا الدين القيم. الذي يسعى لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى وإقامة وتواجدا فيها مع الذي يسعى في خرابها لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا يستوي أبدا العالم مع الجاهل. حتى الكلب العالم الكلب المعلم مفضل على الكلب الجاهل. ألم تروا أن الله أباح صيد الكلب المعلم وحرم صيد الكلب الجاهل؟ فقال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وهذا في الصقور المعلمة أيضا والنسور المعلمة. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وكذا في الكلاب، إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله فكل، لكن الكلب الجاهل لا. حتى الكلب المعلم مفضل على الكلب الجاهل. فهذا يحملنا أيها الإخوة على أن نتعلم ديننا، لا نكن أبدا جهلة بديننا. وقد علم أهل الفجور أهل الفسق ذلك، فسعوا جاهدين لصرف الناس عن هذا الدين القيم وعن تعلمه. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه لعلكم تغلبون. وأمر الله أهل الإيمان فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. احرصوا على أن تتعلموا دينكم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة الرشيدة، وقليل ما هم في هذا الزمان. أين أصحاب العقول النيرة الرشيدة؟ أين أصحاب الأفئدة الصافية المحبة لله ورسوله؟ أين هذا الصنف من الناس؟ إنما يتذكر يتعظ وينتفع بالذكرى أولو الألباب. ما شأنهم يا رب؟ ما صفات هؤلاء أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله؟ أي عهد هذا الذي يوفون به؟ كل العهود مع الله يوفون بها، وكل العهود مع خلق الله يوفون بها، فيوفون بكل العهود. عاهدوا الله عهودا على فعل خير أو على جهاد في سبيل الله، عاهدوا الله عهودا على الثبات على هذا الدين، فقاموا بهذه العهود خير قيام ووفوا بها مع ربهم سبحانه. تشمل الآية الكريمة أيضا النذور، نذر أن يفعل خيرا إن آتاه الله شيئا، يفي أيضا بهذا النذر. تشمل كل العهود مع الله سبحانه وتعالى، وتشمل أيضا العهود التي مع الخلق. كل العهود مع الخلق والاتفاقيات التي مع الخلق ما دامت لا تخالف شرعا يوفى بها. قد قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. حتى شروط الأنكحة يجب الوفاء بها، لا تعد وتغدر، لا تعاهد
وتغدر عياذا بالله من الفضيحة يوم القيامة. إنه ينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة. قال هذه غدرة فلان ابن فلان، علم مرفوع عند الدبر مكتوب عليه هذه الغدرة التي غدرت فيها بفلان ابن فلان. فكم من شخص تنصب لهم ألوية والعياذ بالله. فقوله سبحانه الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، المواثيق التي وثق الله وثقهم الله عليها يوفون به. كل ميثاق كما قال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، كل المواثيق ومن أشدها وأصعبها على النفوس نسأل الله أن ييسرها علينا وعلى المسلمين يا رب. ما ذكر الله في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله سبحانه على أهل العلم مواثيق أن يبينوا للناس ما نزله الله عليهم، عفوا ما علمهم الله إياه. أخذ الله عليهم المواثيق لذلك. وقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله في آية، قال هي أشد آية على أهل العلم، ألا وهي قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا يا رب هذا اللعن والطرد من رحمتك؟ ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إن الوعيد شديد على أهل العلم، كما أن الله أكرمهم برفعة الدرجات أيضا العقاب مؤلم وشديد إذا خالفوا ما أمروا به. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فاللهم إنا نبرأ إليك من كل دين يخالف دينك ومن كل حكم يخالف حكمك ومن كل شرعة تخالف شريعة النبي التي أنزلتها. نبرأ إليك يا ربي من شرك متفش في الناس ومن ربا متفش ومسارح وملاهي تشغل الناس عن ذكرك. نبرأ إليك يا ربي من صروح ربوية. نبرأ إليك يا ربي من تبرج مخزي مزري يخالف دينك. نبرأ إليك يا ربي من كل شيء يخالف شرعك. قال تعالى عموما الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، كل المواثيق المأخوذة وفي بها ما دامت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. ثم إن الله قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ أمر الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة أن توصل، وإن كان من أشيائها وصل الرحم حتى ولو كانت كافرة. وصل الرحم أمر الله به حتى لو كانت الرحم كافرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سأبلها ببلالها.
سأصلها بما لها علي من حق الوصل. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. ويقول تعالى في شأن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر الله بالأرحام أن توصل حتى الأرحام القاطعة التي تقطع، صلها أنت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الذي يكافئ الوصل بوصل. ابن عمي زارني زرته، أخي زارني زرته، ليس هو الواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل من قطعت رحمه فوصله، فهم يقطعون وأنت تصل، كما بين ذلك في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي أتاه فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعوني، أعطي ويمنعوني، أعف عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. هذه صفتهم، يعني رحم مزعجون، أصل يقطعوني، أعف عنهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يجهلون علي، وليهم بالعطايا ويمنعوني. فقال عليه الصلاة والسلام: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، اثبت على ذلك، ومعك من الله معين عليهم ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم الملة، تطعمهم الرماد الحار. فإياك يا عبد الله أن تقطع رحمك وينقطعوك، كل أنت الواصل، إياك أن تقطع رحمك، كن أنت الواصل. وقد تقدم أن علي بن الحسين زين العابدين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفقت الفرق على إمامته وجلالته. هذا علي بن الحسين كان ينصح ولده بنصيحة، ويا ليتنا نعي وننصح أبناءنا كهذه النصائح. قل يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي لا أصاحب قاطع رحم؟ لسانه يقول ذلك: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، هذا أحدها: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثانية: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والثالثة: أولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة، وصل الرحم سبب في سعة الرزق، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، صل الرحم لا تقطعها. وكل من يحضك على قطع الرحم يقطعه الله، إياك أن تقطع رحمك أبدا، إياك أن تقطع رحمك أبدا، وإياك أن تستمع لمن يسعى معك لقطع رحمك ويغر صدرك تجاه إخوانك وأقربائك، لا تصغي لهؤلاء، صل الرحم وإن قطعوك. أيها الإخوة، الرسول يقول: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي، ظلم العباد وقطع الرحم، فإياك أن تقطع الرحم. قوله سبحانه: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، لا يقف على الرحم فقط، بل يصلون الأخوة الإيمانية. فأمر الله بالأخوة الإيمانية أن توصل، لا تقطع أبدا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان.
فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالأخوة الإيمانية يجب أن توصل، لأنها المستمرة في الآخرة يوم القيامة، كما قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما معنى تقطعت بهم الأسباب؟ الأسباب الوسائل، يطلق على الحبل سبب، أي شيء يربطك بالناس سبب. أنا في الدنيا بيني وبينك صداقة، هذا سبب. بيني وبينك زمالة في العمل، هذا سبب. زميل دراسة سبب، جيرة سبب، قرابات سبب. كل هذه الأسباب تتقطع يوم القيامة. سبب واحد الذي يبقى مربوطا وهو الأخوة الإيمانية، هي الباقية في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تقطع الأخوة الإيمانية أبدا. ظلموك، ظلمك إخوانك المؤمنون، ادعو لهم بالهداية، وادعو لهم بالصلاح، وادعو لهم بكل خير، واسعى للصلح. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فحافظ على الأخوة الإيمانية، لا تقطعها أبدا، لا تقطعها، لا تقطعها بتحزبات تنتمي إلى حزب وتخاصم من خالفوك، لا تقطعها بمذهبيات، لا تقطعها بقوميات، لا تقطعها بجنسيات. فالمؤمنون إخوة، مؤمن شامي، مؤمن استرالي، مؤمن باكستاني أحب إلي من كافر كأخي أو كابني. فالمؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، حافظوا على هذه الأخوة الإيمانية. أمر الله بالأخوة الإيمانية أن توصل، وكل ما من شأنه أن يعكر صف هذه الأخوة نهينا عنه. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تنافروا، لا يغتب بعضكم بعضا، نصوص لا حصر لها. فأمر الله بالأخوة الإيمانية أيضا أن توصل. والذي أمر الله به أن يوصل أيضا الإيمان بكل الكتب، وصل الإيمان بالكتب. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى واتهموه بأنه ولد زنا، وهم والنصارى آمنوا بأنبيائهم وكفروا برسالة النبي محمد وكفروا بالقرآن المنزل. أما نحن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا ديننا، نحن نؤمن برسولنا محمد، نؤمن بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. بل في ديننا، الذي يكفر بواحد منهم يكفر، يخرج من دين الإسلام. قالت: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله بالإيمان بكل الكتب والإيمان بكل الرسل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فهذا داخل أيضا في جملة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويخشون ربهم، أي يخافونه في السر والعلنية، كما أنهم يخافونه في العلن يخافونه أيضا في السر. وجاء الثناء على الذين يخشون ربهم في السر: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وفيها وجهان للعلماء: الذين يخشون ربهم بالغيب في حال غيابهم عن أعين الناس، يعلمون أن الله يراقبهم
ولكن لجهلنا نعصي أيضا. وكذلك يخشون ربهم بالغيب وهم لا يرون ربهم ومع ذلك يخشونه، لهم مغفرة وأجر كبير. فكونك تخشى الله وأنت في بعد عن الناس أنت مثاب مغفرة وأجر كبير. يعني انظر إلى فضل الخشية بالغيب، تخشى الله بالغيب لك مغفرة وأجر كبير. ثم إن الله قال ويخافون سوء الحساب، فما أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، فما أنهم كما قال الله تعالى يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لكن كل ذلك مصاحب بالخوف، أعني أنهم يعملون الصالحات ويخشون عدم القبول، يخشون عدم القبول، وهذا شأن أهل الصلاح. ولا يخفى عليكم حال الخليل إمام التوحيد الخليل إبراهيم عليه السلام، وما أنه آتاه الله رشده واعتزل قومه ألقي في النار، يقول الخليل صلى الله عليه وسلم، يقول الخليل عليه الصلاة والسلام ربنا وتقبل دعائي. ممكن يدعو ولا يستجاب له، ممكن شخص يدعو ولا يستجاب دعائه مع صلاحه، يقول ربنا وتقبل دعائي. وبالفعل كانت لإبراهيم دعوات لم تستجب لما أراد أن تكون ذريته وإما كلهم، قال رب اجعلني مقيم الصلاة، عفوا لما قال له رب إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن أجعله إماما ولو كان ابنك يا إبراهيم. لما دعا الخليل عليه الصلاة والسلام أن يقتصر الرزق على المؤمنين من أهل مكة، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر أي سأرزقه أيضا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ذلك كان الخليل يقول ربنا وتقبل دعائي. فأهل الصلاح دوما يعملون الصالحات بعيدا بعيدا عن الأضواء وبعيدا عن أعين الناس، ويخشون من الله ألا تتقبل أعمالهم. وفي حديث في سنده مقال، لكن المعنى ثابت على أي حال، أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفون، مع أنهم يفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. يعني يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، عكس المفهوم الذي فهمته أمنا رضي الله تعالى عنها. قال تعالى في كتابه الكريم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني طول الليل بين السجود وبين القيام ساجدا وقائما، مع هذا السجود والقيام طول الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما قال تعالى في شأن عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما طول الليل أو أكثر الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما. وما هذه البيتوت على هذه الحال بين القيام وبين السجود؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
فمع البيتوتة في التقلب بين القيام والسجود والركوع يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. فهذا العلم بالله سبحانه وتعالى إن عذابها كان غراما. قال تعالى في شأن أهل الإيمان ويخافون سوء الحساب مع كل الأعمال التي يعملونها، ويقول تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبر وصبر وصبر، صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على جهالات الناس وحماقات الناس، صبر على الطاعات، أنواع من الصبر وغايات من الصبر. صابر ليصبر ليقال عنه صابر، هذا صنف يصبر تجلدا خوفا على صحته، كل هذا صبر لا ثواب عليه إلا الصبر الذي يبتغى به وجه الله. تصبر ابتغاء وجه الله، وهكذا كل الأعمال تصلح بين الناس، لا ليقال عنك مصلح، ليقال عنك مصلح ضيعت وقتك، لكن ومن يفعل ذلك إصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في كل باب تنفق، ممكن تنفق ولا تثاب على هذه النفقة. متى تثاب؟ والذين ينفقون ابتغاء وجه ربهم. متى تثاب؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فتمثل الكلام وأنت تقرأ في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. اعمل الطيبات لله، لأن أنت ممكن تحسن إلى شخص وتطعمه وتسقيه وتعطيه عطاء بعد عطاء بعد عطاء، وتفاجأ أنه لئيم غادر، جسمه جسم إنسان وقلبه قلب ذئب ضاري، يتمنى لك كل شر. فحتى لا تندم اجعل عملك لله، لن تندم أبدا إذا عملت العمل لله. أما إذا عملت العمل ابتغاء وجه شخص طلع غادر خلاص. فدائما تمثل الطيبات لله في كل صلاة نقولها، نقول الطيبات لله شعار للمسلم. اعمل الطيبات لله. البشر منهم الجحود، إذا كان البشر منهم وأكثرهم كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، جحود بهاتف محمول، يستغيث في طاعة الله في القرآن في أي محاضرة، لا يأخذ الهاتف المحمول ويستغله في معصية الله. فصدق من قال إن كل من يعصي الله يستعين بنعم الله على معصيته، كما قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يسوق الله لهم الغيث، هو الذي ساق، ويقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. يسوق الله لك منزلا وشقة تجلس فيها إذا بك تعصي الله فيها، ليتها ما جاءتك. يسوق الله إليك أموالا فتدخرها وتأكل الربا بها، فليتها ما جاءت. إذن فاعمل عملك لوجه الله. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة داوموا عليها وحفظوا وأنفقوا مما رزقناهم. الفلوس اللي معك مهم، الذي رزقك هو الله، أنفقوا مما رزقناهم، أخرجوا مما رزقناهم سرا إذا احتاج الأمر إلى إصرار، علانية إذا احتاج الأمر إلى إعلان. فإذا كنت أخرج الصدقة سرا للستر على الفقير وعلى عدم جرحه، حتى لا تعلم يميني ما تنفق شمالي، عفوا شمالي ما تنفق يميني، أنا وثاب.